السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال. فيديو اليوم هو أحد مقترحات المستوى الخامس. أقترح عليكم هذا الرائز التشخيصي. لنبدأ على بركة الله. السؤال الأول: ضع وأنجز العمليات الأربع: جمع، طرح، ضرب، قسمة. العملية الأولى الجمع، نكتب الحد الأول، سأضع الفاصلة تحت الفاصلة، أضع الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، والجزء العشاري رقم برقم الأعشار، ثم جزء المئة. هنا أضع صفرا، صفر زائد واحد واحد، ستة زائد ثمانية أربعة عشر، نحتفظ بواحد، لا ننسى الفاصلة، ثلاثة وواحد أربعة وستة عشر، نحتفظ، اثنان زائد اثنان زائد واحد خمسة، خمسة زائد لا شيء سبعة. العملية الثانية: فرق عددين صحيحين، ثلاثة آلاف وخمسمائة وستة وأربعون ناقص عدد يتكون من ثلاثة أرقام. أضع سبعة رقم الوحدات، اثنان رقم العشرات، ورقم المئات. ستة ناقص سبعة لا يمكن، بما أن ستة أصغر من سبعة أضع الاحتفاظ وأنزله هنا. ستة عشر ناقص سبعة تسعة، أربعة ناقص ثلاثة واحد، خمسة ناقص ثمانية بما أن خمسة أصغر من ثمانية الاحتفاظ أيضا، خمسة عشر ناقص ثمانية سبعة، ثلاثة ناقص واحد اثنان. عملية الضرب: خمسة في ستة ثلاثون، أضع الصفر وأحتفظ بثلاثة، خمسة في ثلاثة خمسة عشر، وثلاثة ثمانية عشر، خمسة في ثمانية أربعون، وواحد واحد وأربعون. أعود للسطر، أضع نقطة، أربعة في ستة أربعة وعشرون، أحتفظ باثنان، أربعة في ثلاثة اثنا عشر، واثنان أربعة عشر، أربعة في ثمانية اثنان وثلاثون، والاحتفاظ ثلاثة وثلاثون. نجمع هذين الجدائين الجزئيين، صفر اثنا عشر، نحتفظ، ستة سبعة ثلاثة. تمر العملية القسمة: أربعة آلاف وخمسمائة مقسومة على العدد تسعون. لدينا رقمين، سوف نأخذ رقمين، إلا أنه غير كافي، نأخذ ثلاث أرقام. 450 مقسومة على 90، إذا أزلت هذا الصفر مع هذا الصفر تبقى 45 مقسومة على 9 5، لكن عندما نضرب 5 في 0 0، لا ننسى هذا الصفر، 5 في 9 45، ثم أطرح أنزل هذا الصفر، هو صفر واحد، صفر مقسومة على تسعين صفر، صفر في تسعون صفر، الفرق يعطينا الصفر، إذن هي قسمة مضبوطة. نمر للتحويلات والتمارين العددية. من بين الجداول التالية: ما هو الجدول الذي أعداد سطره الثاني متناسبة مع أعداد سطره الأول؟ نبحث عن العلاقة بين السبعة وأحد عشر. سبعة في عدد ما يساوي أحد عشر لا يوجد، كذلك ثمان في عدد لا تعطينا ثمانية، إذن هذا ليس جدول أعداد متناسبة. الجدول الثاني: من السطر الثاني إلى السطر الأول إذا ضربنا ستة في ثلاثة نحصل على ثمانية عشر، يجب أن نضرب اثنان في ثلاثة أيضا ونحصل على ستة، وهذا غير صحيح، كذلك 12 في 3 لا تساوي 27، هذا أيضا ليس جدول أعداد متناسبة. 8 في عدد ما يعطينا 14 كذلك لا يمكن أن نجد، كذلك 30 في عدد ما يساوي 10 لا، هذا أيضا ليس جدول أعداد متناسبة. في الجدول الرابع: 7 في 3 تساوي 21، كذلك 8 في 3 24، 4 في 3 12. إذن من السطر الثاني إلى السطر الأول أنا أضرب في 3، والاتجاه المعاكس قسمة، قسمة على 3. على كل حال هذا جدول أعداد متناسبة. الجدول الذي أعداد سطره الثاني متناسبة مع أعداد سطره الأول هو الجدول الرابع. السؤال الثاني عبارة عن مسألة: رافقت والدك إلى السوق حيث كان بمحفظة نقوده 150 درهما، قمتما بعدة مشتريات بلغ ثمنها 141 درهما، إذا علمت أن ما تبقى له من النقود وزعه على ثلاثة محتاجين فاحسب ما أخذه كل محتاج. ما كان بحافظة نقوده هو المبلغ الكبير،
يعني 150 درهما. المشتريات لم تبلغ 150 درهما، فقط 141 درهما، يعني قطعة أصغر من القطعة الأولى. ما تبقى هو هذا الفرق، يعني الفرق بين 150 و 141. هذا الفرق سيوزع على 3 محتاجين، يعني المحتاج الأول، الثاني والثالث. ما نبحث عنه هو ما أخذه كل محتاج، يعني هذا الجزء فقط. العملية الأولى هي عملية طرح بين هذين العددين. الفرق سوف نقسمه على 3، إذا نحسب المبلغ المتبقي الذي هو 150 ناقص 141 كحساب ذهني هو 9 دراهم. ممكن أن نضع العملية، المبلغ المتبقي هو 9 دراهم. بعد ذلك سنحسب المبلغ الذي أخذه كل محتاج، وهو هذه 9 دراهم. هذه القطعة الكبيرة ستوزع على 3 محتاجين، يعني 9 دراهم مقسومة على 3 تعطينا 3، لأن 3 في 3 9. إذن أخذ كل محتاج 9 دراهم. نمر للسؤال الثالث، سؤال القياس. حول إلى الوحدة المطلوبة. القياس الأول قياس الأطوال. نضع الجدول، نكتفي بالمضاعفات فقط لأنني أحتاج فقط للمضاعفات. إذن الكيلومتر، هكتومتر، ديكامتر والمتر. نضع 7 في الكيلومتر و5 في الديكامتر، وسأكتب 3 هنا. إذن الكل بالمتر. إذن كي نصل إلى المتر يجب أن أضع هذا الصفر، 7350 مترا. القياس الثاني قياس الكتل. ليس لدي لا الطن ولا القنطار، سأبدأ بالكيلوغرام. فقط أخذت جزءا من جدول التحويل، هكتوغرام، ديكاغرام والجرام. 6 في الكيلوغرام، 25 ديكاغرام، يعني 5 في الديكاغرام، 2 هنا. الكل بالجرام، يعني 6250. نمر لقياس المساحات. لدينا المتر، ديسيمتر، سنتيمتر والمليمتر، هذا إذا كانت أطوال. لكن في قياس المساحات كل خانة تقسم إلى خانتين، إذا سأضع فوق كل وحدة رمز مربع. 9 متر مربع، سأضع 9 هنا في المتر مربع دائما في وحدات الوحدة، و 12 سنتيمتر مربع، 2 في وحدات السنتيمتر مربع، و1 هنا. الكل بالديسيمتر مربع، يعني سنتوقف هنا. سأملأ هذه الخانات بالأصفر، يصبح القياس 900.12. القياس الرابع قياس السعات. لدينا هنا اللتر، الديسيلتر، سنتيلتر، مليلتر، ديكاليتر، هكتوليتر. سنضع 6 في الديكاليتر، ثم 3 هنا، 4 في الديسيلتر، و5 هنا. الكل باللتر. سنتوقف هنا، يعني أضع الفاصلة، 365.4. السؤال الرابع، أحسب مساحة مربع ضلعه 10 أمتار، 10 متر. مساحة المربع هي الضلع في الضلع، لوكوتي فوا لوكوتي، يعني الضلع هو 10 متر. 10 نضربها في 10، 10 في 10 100، لدي 0، كتبت 0 تساوي 100. الوحدة، بما أن الطول بالمتر فالمساحة بالمتر مربع. والآن أعزائي أنهينا إنجاز هذا الجزء من الرائز التشخيصي للمستوى الخامس. أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم وتشجيعكم المستمر. أطلب منكم المزيد من التشجيع بالضغط على زر الإعجاب. في الفيديو القادم إن شاء الله سوف نتطرق لهذه المسائل وبعض الإنشاءات الهندسية. أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء.